كده شغلت الميكروفون. اوكي شغال. طيب انا عندي هنا فين الزيرو؟ اهو ده الزيرو. خلاص انا عايز احرك الزيرو ده عشان يبقى مع الزيرو دوت. تمام. انا عايز احرك هنا دوت. طيب لما تيجي تبص هتلاقي الفيشه بترحل شويه. ممكن اعمل سيلكت كده واقول له ام بن. لازم اقول له ام بن لان هو بينزل معمول له بن فما بعرفش احركه. ام بن واقول له موف. عندي ده 00 عايز اخلي 00 تحت. اعمل سيلكت على دوت واقول له موف من 00 دوت لل 00 دوت. طيب في حاجه عندك مشكله؟ طيب انا هدخل ملف اللغات تاني. هقول له انسيرت واقول له لينك كاد وابدا اختار الملف. هو الاليفيشن وقلت له كرنت فيو اونلي والامبورت يونت خليته اوتو ديتكت وقلت له اوبن. هو نزل مترحل. يعني لما تيجي تبص على الخط دوت البيزمنت طالع لفوق. فانا عايز اخلي ال 00 دوت ال 00 دوت يبقى على المستوى دوت. يبقى لازم اعمل سيلكت كده واقول له ان بن. ان بن عشان اعرف احركه او تدوس على العلامه دي. اقول له ان بن وبعد كده اقول له موف من ال 00 لل 00 كده. انا ظبطت الليفل بتاعي. ايوه طيب الناس معايا. في مشكله ظهرت عن حد في التمبليت فنبدا نحلها. طيب هقول لك يا جماعة ولا حد يتبع الأرقام الموجودة في انا مش غير الارقام. احنا معماريين ليش وقت نغير الارقام؟ كل الارقام عليك اصلا. يا ابني انا ما اسمع. انا عارف بس انا مش كنت متوقع انه انا ما كنت اتوقع انه حيستخدم دي. هذا زود بيلا على كل حال. فكرتي ولا نقدر نطبق على بيلا. عشان ممكن تشكر. انا مستعد اطلب الشكر. هو الراجل الطيب ده اللي ادانا حاجه. طيب خلي طيب هنا انا عندي هنا الليفل ده اسمه ايه؟ اسمه ال 00 مش واخد اسم. الجراوند هنا على ارتفاع كام؟ الجراوند على ارتفاع 1.2 مظبوط؟ متر هو فعلا انا شايف في الارقام بس مش مشكله. طيب خلينا نيجي هنا اقول له كوبي
واختار كده اهو. كوبي هي سي ولا عندك سي سي وعندك سي او الاثنين يشتغل. هسمي ده جراوند ماشي. طيب نلاحظ ان الاثنين دول داخلين في بعض، فبلاقي علامه صغيره كده اقدر انزل الليفل دوت. الليفل ده هسميه ليفل، هسميه زيرو. معرفش هنعمل بلاد جديده. طيب انا هبدا دلوقتي الليفل 2، انا عايز اظبطها على نفس الليفل ده معايا الناس. طيب عندي ليفل 2 او الفيرست فلور محطوط على كام؟ 6.15. غلطة ايه؟ هذه 21 مش مصححة، وهذه 16 مصححة غلط. الصحيحة الفوق هي 14 يعني انتم كل مشاريع هم 13 60 صحيحة. طب احنا نرجع نفس الارقام دي، طب نرجع نفس الارقام دي عشان ايه ما نلخبطش نفسنا. طيب انا عندي هنا الليفل دوت على 6.15، هقول له 6.15. انت 5.55. خلاص انا هنزله من هنا لهنا، طلع كام؟ 5.55. طيب كوبي ده هسميه فيرست. يس. وده بنت هاوس، بنت هاوس. نعم طيب يبقى انا عملت 0 0 والجراوند والفيرست والبنت هاوس، هعمل برضو للبيزمنت. ايه ما عملناش ايه؟ والروف ديك برضو نعمل له. ضربت طيب لحد عنده اي مشكله؟ الجراوند
خلاص تمام. طيب بص دي اخر ارقام موجوده اهي، حسب باشمهندس عبد الله الجراوند 750، الفيرست 550، البنت هاوس 10، والروف ديك 13، والبارابيت 14. في حد عنده مشكله؟ في حد عنده مشكله؟ يلا راح ولا حد هيشغلني بعد. هلا بنحطها في اليوتيوب. طيب عندنا الليفلات الاساسيه. طيب دلوقتي بقى ايه، في بعض الليفلات لونها اسود. لونها اسود ليه؟ في بعض الليفلات لونها اسود مش ازرق. ايوه الاسود ده معناه ان هو ملوش فيه، لأنه هو اتعمل الليفل بس مش فيه. احنا عملنا كوبي. ايوه طيب هنعمل ازاي؟ ايوه هروح للفيو، هروح للفيو واروح للبلان فيو، فيو بلان فيو، فيو بلان فيو، واختار هقول له فلور بلان واعلم عليهم كلهم. تمام؟ يعني انا لو عندي في ليفل ما اتعملش اروح مختار ايه؟ هروح للفيو بلان فيو واختار فلور بلان، واختار بقى الحاجات اللي هي جديده بالنسبه لي اللي هي لونها اسود او لسه ما اتعملهاش فيو. خلي بالك في زرار تحت خالص بيقول لك ايه، دونت دوبليكيت اكسيستنج فيو. يعني لو انا عندي فيو موجود له الفيو بتاعه ما تعملوش، يعني انا عندي مثلا البيزمنت او كده خلاص ما تعملوش. طيب اعلم عليهم واقول له ايه اوكي. طيب انا ما عملتش لسه البيزمنت، خليني اعمل البيزمنت على ارتفاع كام يا باشمهندس عبد الله؟ مظبوط يعني؟ 2700؟ ماشي. لا 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 انا بس غلط، استغفر الله العظيم يا رب. لا لا طيب في حاجه اللي كان فيها دلوقتي، انتوا ملاحظين الترتيب بتاع الفلور بلان؟ ملاحظين الترتيب بتاع الفلور بلان ده بيقول لي ايه؟ ريفيو بعد كده بزنس وبعد كده فاينل وبعد كده جراوند وبعد كده، يعني مش مرتبهم ترتيب حقيقي، ده مرتبهم بالارقام. يعني لو انا عندي جراوند وميزانين وفيرست، لا هيبقى فيرست الاول وبعد كده جراوند. فدي غلطه عايزين نصلحها. انا مسجلينها مش دي تفكير حلو. ايه؟ انا عملته على 2700 ماينص 2700. انا عايز ارتبهم كترتيب منطقي حسب المبنى نفسه، يعني يبقى البيزمنت جراوند ميزانين وهكذا. فاعمل ايه بقى؟ طيب هروح هنا للبروجكت براوزر، هلاقي حاجه اسمها فيوز. تمام باشمهندسه معايا؟ عمرو معايا؟ لو في حاجه عايزين، لو حاجه غلط سلوك اي سؤال جاي قول اوكي. طيب انا عايز ارتب الحاجات ماشي، انا عايز ابدا ارتب الفيديوهات دي صح، فدوس هنا رايت كليك واقول له براوس اورجنايزيشن، هقف على الفيوز واقول له براوس اورجنايزيشن. تمام واقول له نيو، انا عايز ترتيب جديد خاص بيا مثلا كافو كافود. تمام طيب هنعمل ترتيب جديد منين بقى؟ هقولها تاني. طيب
هاجي هنا على فيوز واقول له رايت كليك براوس اورجانيزيشن وهعمل نيو وسميتها كفود واقول له اديت. بيقول لي فلتر. يعني ايه فلتر؟ يعني انا مثلا لو شغال في ميكانيكا مش عايز اشوف الجوهات بتاعت معماري او شيء، فممكن اعمل فلتر واقول انا عايز اشوف بس الحاجات الخاصه بيا فلتر. فممكن تيجي تقول له فلتر باي مثلا الفاميلي اند تايب او الديسيبلي، انا عايز بس الحاجات اللي بتساوي اركتكتشر، فهتلاقي في حاجات اختفت، في حاجات مش اركتكتشر اختفت. طيب اقول له براوس اورجانيزيشن واقول له اديت واقول له انا مش عايز فلتر. طيب عندي حاجه اسمها جروبنج اند سورتنج، بيقول انت عايز ترتبهم او تعملهم في جروبات من خلال ايه؟ ممكن ارتبهم بالديسيبلي، يبقى المعماري لوحده والانشاء لوحده وهكذا، او الفاميلي اند تايب. وممكن ترتبهم عندك تقريبا 1 2 3 4 5 6 دي جروبات تحت بعض. يعني ممكن اقول له فاميلي اند تايب وبعد كده ديسيبلين وبعد كده اقول له سب ديسيبلين وهكذا. طيب السورت باي عايز ترتب بايه؟ عايز ترتب بيه الاسوسييتد ليفل. الاسوسييتد ليفل ده يعني هبدا اشوف الارتفاعات مرتب بيهم. تمام؟ اسوسييتد ليفل كده رتبت الاسوسييتد ليفل. طيب عندي اختيارين، يعني سورت باي احسن حاجه في الشغل السورتد ليفل. عندي اختيارين من فوق لتحت ولا من تحت لفوق. يعني ممكن اقول له ايه الروف هو فوق وبعد كده الدور السكند وبعد كده الفيرست وبعد كده الجراوند، ماشي؟ او العكس زي ما انت عايزين. بحس ان انا اكون متخيل المبنى، يبقى كده كان المبنى حقيقي قدامي. طيب هقول له اوكي اوكي اهو عمل لي الاستراكشر بلان لوحده والفلور بلان لوحده. تمام اه. طيب انا عايز في حاجات محطوطه في الكوردينيشن وانا عايز اخليها في الاركتكشر، ماشي؟ اخر حاجه وناس تطبق. عندي كوردينيشن اهي عايز اخليهم بدل كوردينيشن يبقى اركتكشر، اعلم عليهم وهتلاقي الديسيبلين اهي. الديسيبلين دي خليها اركتكشر. طيب هنعيد كل اللي احنا قلناه تاني. بص هتلاقي البارابت اهو، بعد كده الروف ديك، وبعد كده فضل، وبعد كده البنت هاوس والفيرست الجراوند السايت الزيرو. الزيرو ده يعتبر سايت وبيزمنت. طيب تاني موضوع البروجكت براوزر ده، لو انا عايز اشتغل عليه هدوس هنا واختار براوز اورجنايزيشن واقول له نيو، وبعد كده ادخل في اديت والفلتر باي. هتفلتر بايه؟ ممكن تقول له انا عايز مثلا معماري بس او انشاء بس او عايز الفيس اللي احنا شغالين فيها او فيس 2 او الفاميلي زي ما انت عايز. فلتر زي ما انت عايز. الجروبنج ممكن تقسمه بقى زي ما انت عايز، ممكن تقول له مثلا فاميلي اند تايب فيجيب لك الاستراكشر والسيلينج، ممكن تقول له باي تايب مثلا، وبعد كده السورت باي اسوسييتد ليفل. عندي من كبير لصغير ومن صغير لكبير. اوكي ايوه حاليا ده هو البيلدنج اليفيشن. الفلور بلان مترتبين اهمت. I'm going to go to the next one.
نعم بس ايه اسمي دلوقتي بقى نحط بقى المنظور الجراوند ونبدا ايه نشتغل عليه نرسم الحوائط والشبابيك كل حاجه. فانا هاجي هنا افتح الجراوند. طيب الجراوند عايز ابدا احط فيه الاوتوكاد ماشي. طيب انا عندي هو الاوتوكاد ده دور الجراوند. الناس معايا؟ الناس معايا؟ ده الجراوند دوت ماشي. انا عامل سيلكت عليه واقول له التصدير كان ايه؟ كان دبليو بلوك
لا 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 انا فتحت الجراند هاب عشان الجراند واحد يكون الفيرس الواحد في الناس الضباطش تمام. فازاي انا هعملها؟ انا هعملها الفكره كلها دبليو امر دبليو بلوك وهروح مسافه عندكم على الشغل بتاعكم اللي هو على بين على فيلا او هسميها جراوند عشان ايه الناس ما تلخبطش. جراوند تمام جراوند سيف وبيك بوينت. انا هاخد الزيرو زيرو بتاعتي اللي هي اي نقطه ماشي ممكن اخدها في الاسانسير مثلا في النقطه دي بتاعت الاسانسير مثلا عمود. طيب هاخد العمود دوت ماشي العمود دوت طيب اوكي. طيب هرجع هاجي بقى هنا في الريفت الجراوند اهو هقول له انسيرت لينك كاد واختار الجراوند اللينك كاد لينك كاد من كونت انسيرت انسيرت لينك كاد تمام كونت فيو اونلي واقول له اوكي. طيب هو تقريبا اترحل عن الشغل بتاعنا مفيش مشكله. هقول له امبن وابدا انقله من هنا لهنا تمام. طيب طيب استنى لا مش كبير ولا حاجه خلينا اقول له لينك كاد جراوند هو اترحل شويه. عملت سيلكت عليه وقلت له امبن وبعد كده قلت له موف من هنا لهنا فنقلته في قلب الشغل بتاعي. طيب كده انا عندي الاوتوكاد انا محتاج بقى ايه ابدا ارسم ماشي. طيب في هنا اكسات ولا مفيش اكسات؟ طيب خلونا نرسم هو مفيش جريد تمام ان شاء الله هاخد جريد نفسي نعملها بس واعملها مع نفسي. على سبيل المثال اللي عندي عمود اهوت اللي هو الاصفر دي اي واقول له انا عايز اعرف الماس العمود من هنا لهنا كام؟ 600 ومن هنا لهنا كام؟ 200. طيب عايز احط العمود دوت عايزين نعمل عمود مع بعض ده عمود انشائي ولا عمود معماري؟ عمود انشائي صح عشان بس نشوف عمود انشائي؟ طيب ممكن نحط عمود انشائي هقول له كولوم واقول له استراكشر كولوم. طيب انا عندي ظهر العمود اللي هو اللي هو الحرف اليو سي ده احنا مش عايزينه عايزين نحمل عمود يكون خطيب عمود خرسانه وخطيب. هقول له روت فاميلي واختار نعم دي اي ايه
هدخل على استراكشر كولوم وابدا اختار كونكريت واختار كونكريت اللي هو السكوير. في عندنا سكوير وعندنا كذا عندنا ريكتانجلر اهو. طيب انا حملت اهو العمود. في حد عنده مشكله في العمود؟ بص بص وانت بتختار العمود عشان ينزل اختار هاي مش دبس. اختار هاي مش دبس. الدبس ده العمود اتحط فعلا بس حطه في الدور اللي تحت حطه في البيسمنت. على سؤالي حطه في البيسمنت ولا نبدا تمام؟ خش على 3D وانت شوف او خش تكسر وشوف العمود اللي اتحط الاضافيه. طيب يبقى انا بحط العمود اختار هاي واقول له لحد الفيرست ماشي؟ طيب العمود ده احنا قلنا كام في كام؟ بس وانا حط العمود ما عنديش سناب. ايه دي التايب دوبليكيت طيب العمود ده عايز اغير الماس بتاعه. انا سلكت على العمود ده 600 في 200 فاقول له ايديت. طيب بص هنا في عندي 600 في 200 لا هقول له ايديت طيب واقول له دوبليكيت ايديت طيب دوبليكيت واعمل نسخه ثانيه تبقى 600 في 200 اوكي وده 600 في 200 طيب عايز اقلبه عايز اعمل له روتيت هدوس مسطره ادوس سبيس اهي شايف ده. طيب عايز اعمل له موف لهنا هاخد موف وانا العمود ده من هنا للنقطه دي مسطره ما
Thank you.
الكامل ما ضاعش معانا الا الانفيجن ورك بس ما ضاعش معانا أنت جماعة ما شاء الله ما عندناش بيس. بيس ما فيش بيس. لا ها. ما عندناش بيس. تم تسليم. تسليم. أنا ما عندي ذكاء ده في السليم يعني تسليم. سفرت حكيم. لأنه ولا شيء. أوكي مسافر. طيب عايزين الناس رسمت الاعمده كلها عشان في صعوبات في الاسئله الله ينور متعمد وانا باخد كوبي ممكن اعلم على مالتابل بحيث ايه يبقى اكتر من مره ما
طيب انا خلاص اعملها الناس خلاص اعملها عشان نخش في الحوايط. طيب تعال نشوف الحوايط. الحوايط هنا اهي دي اي، الحيطة من هنا لهنا طلعت كام؟ 200. طيب ومن هنا لهنا برضو 200، اغلب الحوايط 200 كلها 200 ما شاء الله كويس. طيب هقول له وول وول اركتكتشر. طيب في عندي حته جاهزه 200 بس انا ممكن اخش هنا في الايديت. طيب طيب دلوقتي انا هقول له ايديت وهخلي دي مثلا ايه 180 واخلي الفينش 10 و10 عشان يبقى عندي فينش في دهان موجود. ماشي طيب هقول له انسيرت واخلي دي فينش وانسيرت واخلي دي فينش واخلي دي 10 و10 10 و10 واخلي واحده من الفينش فوق واخلي واحده من الفينش تحت خالص. يبقى انا عندي كده الاستراكشر بقى 180 ودي 10 و10 وممكن باجي هنا وادي له مثلا بلاستر او اي حاجه. ماشي يبقى انا هعمل حته واحده للمشروع كله 200 تمام. طيب هقول له بلاستر. عندي بلاستيك وعندي ريندر وعندي كذا حاجه. طيب انا اخترت جيبسون بورد وول بورد. ولا عندي هنا ابيرنس. ابيرنس ممكن تختار ماتيريال اسيت يعني ماتيريال من المكتبه الاصليه. هقول له هنا انا عايز ايه بلاستر. اخترت مثلا وايت وادوس عليها مرتين هتبدا تظهر عندي هنا في المكتبه. عندي هنا حاجات اي حاجه بتختارها بيبدا ياخد الخصائص الفيزيائيه بتاعتها والخصائص الثيرمال بتاعتها. طيب اللي هي الجزء بتاع الماتيريال. طيب الول كام؟ طيب انا هلغي اللي انا عملته عشان ايه نبدا من اول. طيب انا هقول له وول تمام. جاب لي الحته ديت قول اهو من اركتكتشر. هقول له طيب هقول له ايديت. طيب هو بيقول لي ان الحيطه كلها 200. طيب كويس قوي بس انا عايز اخلي دي 180 دي سمك الحيطه اللي جوه الاستراكشر واخلي فيه دهان 10 واخليه فينش واخلي الفينش فوق واعمل واحده ثانيه فينش واخليها تحت خالص. يبقى انا عندي الكور ما فيهوش غير الاستراكشر وعندي فينش فوق وفينش تحت وده 10 وده 10. على اساس 10 و10 و180 يبقى كام؟ يبقى 200. طيب واجي هنا في الفينش وابدا اختار الحاجه اللي انا عايزها. هقول له مثلا انا عايز جبسن وول بورد والابيرنس. هقول له انا عايز اعمل اسيتس. هقول له اوكي. اه
واحنا في الحيطه واحنا في الهول اهو شايف هنا الفيو بريفيو اقول له بدل ما فلور انا عايز اشوفها كسكشن فبيجيب لي حته كسكشن بالشكل دوت ماشي. طيب فاكرين ان احنا ازاي كنا بنضيف الوزره ازاي كنا بنضيف الوزره الوزره اللي هي الشيك زياده فيها سكيب سكيب كنا بنضيفها ازاي في الموت احنا كنا بنضيفها هنا بشرط بس مش دي احنا سمعت من مكان تاني. طيب ازاي نضيفها بقى في هنا في المشروع؟ انا عايز اضيفها في قلب الحيطه بحيث كل ما ارسم هو يرسم لي الوزره اوتوماتيك. تمام؟ طيب هقول له ريفيل من تحت خالص اهي ريفيل ريفيل كمبيوتر سويب سويب هقول له لود بروف اد اد وهنا ده البروفايل بتاعي يعني انا عايز اضيف حته زياده هنا فهقول له سويب واقول له اد وببدا اقول له بقى الديستنس قد ايه مثلا 500 الله اي دي الحته الزياده دي ماشي الناس معايا. طيب انا عايز اضيف حاجه هنا طول ما انا برسم الحيطه هو يبدا يحطها اوتوماتيك مش لازم بعد ما ارسم الحيطه ابدا ارسمها فباجي هنا في سويب واقول له انا عايز اضيف هنا بروفايل ديفولت من اد واقول له ديفولت واختار الماتيريال بتاعتها وديستنس يعني ارتفاعها من على الارض قد ايه 500 تمام واقول له اوكي يبدا يحطها لي بالشكل ده. طيب احنا مش عايزينها دلوقتي بس مجرد بس ايه قلنا نقولها خلينا نشيلها خالص بس دي لو انت عايز ترسم الحيطه ويبقى فيها سويب او وزره معاك طول ما انت شغال. نرجع نرسم حوايط بقول له انا عايز ارسم هول وابدا اختار اللي هي بيك لاين بيك لاين بيك لاين هنا في الحيطه ما عنديش انا هنا سنتر لاين للحيطه فاجي هنا واقول له انا عايز ايه الفينش وابدا اقول له اعمل ايه الحيطه. طيب زي ما شفنا المره اللي فاتت اهيت. طيب انا عايز اشوف الحيطه بالظبط عامله ازاي فممكن تيجي هنا وتقول له ارسم شيدد
هتبدا الحته تظهر معاك. فممكن استخدم امر زي تريم مثلا، اقول له من هنا لهنا يبدا يكمل لي الحيطه. حتى لو شبيك موجود، اصل الشباك مش هيتحط في الهواء، لازم يتحط على الحيطه، فلازم ارسم الحيطه وبعد كده احط الشباك. والباب زي الفل عشان نشوف الشباك للطلبه الجايه. احنا خلصنا المشوار طيب، وكان دخل بالسيوان وجاي يعني في السيوان. انا فيش كاميرا. فيش؟ فيش. انا دخلت الرب الحمد تديش عمليه هلا الناس يعني مش حتعدي على الشيء، ما تعديش على ال والله على Thank you.
هتلاقي بقى محاولات بشاشين، تلاقي بقى محاولات تكون عايزه ايه تبقى عارفه لو عايزه كده. في مثلا حاجه زي حته زي دي مثلا اكيد دي مش 20، دي اي من هنا لهنا 50. ماشي 50 سم. ده ليه حوالين البايب؟ 50 مش 50. انت ليه اللي بتغطي البايب؟ البايب مش بايب. طب طيب. 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 انا بتكلم بالضبط نفس اللي كان وقت الوايت بيكون في عامل جي ار سي وزع طبعا ايوه حرمان تطلع فين لازم نحط كم في الوايت تكون مغطيه بالجي ار سي اسال مش وقت يعني الاسبان غير ما خلونا مع بعض الناس اللي في حته المقاسين ماشي اللي هي دي ودي. طيب انا ممكن ايه لو انت عايز تحط الفينش ممكن تحط الفينش في الحته ديت، لو انت مش عايز ممكن تعمل واحده ثانيه مقاسها 50 وواحده ثانيه مقاسها 100. تمام؟ يعني ممكن اخد الحيطه اللي هي ال 200 ديت واقول له ايديت واقول له دوبليكيت واقول له انا عايز واحده مثلا 100. اوكي ايديت واخلي دي 100. عايز تلغي الفينش الغيه. ماشي اعملي بالبلوك اللي جاز معاك اهو قلت له انا عايز اعمل بهنا بالفينش اهو دي 100 ودي 100 ناقص بقى ال 50 هقول له ايديت واقول له دوبليكيت 50 اوكي اقول له ايديت 50 اوكي تمام طيب في حد عنده مشكلة؟ لو عندك أي أوبريت الباب أو كده هنقسمه الأول. هذا الأول. هو الشباك الأول. لا.
طيب لو انا عايز اشتغل في طيب معايا الناس طيب دلوقتي انا عندي مثلا هنا دايمنشن دايمنشن ده مضايقني شويه مش عارف اشتغل منه ممكن اعمل سيلكت عليه واروح لكويري واروح معلم على الدايمنشن واقول له هايد ان فيو تاني لو انا في اي حاجه مضايقاني هقول له اعمل سيلكت على الاوتوكاد واقول له كويري وبعد كده اعلم على الدايمنشن واقول له هايد ان فيو ممكن اعلم على دوت واقول له هايد ان فيو اعمل خلي بالكم ان ساعات في بعض الحاجات بتبقى محطوطه على لاير مش مظبوطه احنا كده خفينا الدايمنشن كلها فكده نقدر نشتغل بدون مشاكل طيب طيب برضو الليرات لو انا دخلت على الفي في ورحت الامبورت كاتيجوري في 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 امبورت كاتيجوري هو ايه اللي انا عملته من شويه طيب تاني لو انا عايز اشوف الدايمنشن هعمل سيلكت على المبنى هو كويري واعلم على الدايمنشن واقول له هاي الامر الاخر هقول له في في واروح داخل على امبورت كاتيجوري في في عارف الفي في وانا علامه زائد ابدا اعمل انشيك للليرات اللي انا عايز اخفيها يعني ممكن اخفي مثلا الزيرو والليفل اوكي هتختفي الليرات ديت معايا ناس طيب حاجه ثانيه ممكن اعلم على الاوتوكاد ماشي والاقي هنا حاجه اسمها درو لير يعني باك جراوند ممكن اقول لا انا عايزها في الفور جراوند بمعنى ايه بمعنى انا اللي هيبقى فوق الاوتوكاد ولا الوول ولا الشغل بتاعي ممكن اعمل سيلكت كده واقول له ايه الفور جراوند لا خليها في الباك جراوند فالاوتوكاد دي تبقى تحت الوول ممكن اقول له لا العكس في بعض الاوقات انا محتاج اشوف الروب شبابيك وفي بعض الاوقات لا انا عايز اشوف الشغل الثاني عايز اعرف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيحصل فببدل بين الاثنين طيب في حاجه كمان ممكن اجي هنا في الفيو ستايل واقول له انا عايز اشيدت فيبدا الشغل بتاعي يظهر الحاجة اللي أنا رسمها تظهر عن الشغل التاني. أنا خلي ده باك جراوند. أخش في في.
Thank you.
عشان الحيطة الثانية كونكريت في فراغ عشان الانستاليشن عشان اللي وراها كونكريت خلينا انديانا جونا تكتشف الكلمة شو وراك؟ Thank you.